الشوكي اسمه سباينال روت. عينك هنا سي واس. مين اللي دخل لمين؟ الاس دخل لاخوه السي واتقابلوا جوه الجمجمه مع بعض. للاسف هما مش طايقين بعض. يا دوبك هنلتحم مع بعض ونعمل نرف واحد والنرف ده يسيب الجمجمه ونرجع نختلف تاني. كرينيال لوحده وسباينال لوحده. يبقى مين اللي ادى العضله؟ الجزء اللي سباينال في العصب ال11 اللي اسمه اكسسوار. انا كنت زمان لما كنت في الشفا كنت بسال السؤال ده في الشفا الاقي بلغ مجهولي درجه متقدمه يقول لك ايه اسمها كده حضرتك؟ ايه مخلوقه كده اسمها سباينال روت واكسسوار؟ جابوا بعض حضراتكم العضله دي بنجي لها سنسوري سبلاي. ايه سنسوري؟ مش فاهم حاجه اسمها فيسيولوجي. في نوعين من السنسيشن، مش في ماده ولا دي اللي بتحفظ كوبي بيست اللي امسك دي الحمد لله مستوفي ان شاء الله. المهم كل وسائل الاعصاب هيتغيروا السنه الجايه. لما تتغيروا هيتغير هذا السؤال. اي حد اللي ممكن ما يجيبش كوبي بيست دكتوره صحه بتاعت الاستولوجي هتتغير الحمد لله. دكتور الاناتومي قاعد زي ما هو الحمد لله والبايو قاعد زي ما هو الحمد لله خلاص ماليش دعوه بقيه الاقسام بتاع الباثولوجي هيتغير ماشي. المهم كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول في نوعين من السنسيشن في جسمك. يا اخي انت دكتور حاجه اسمها جنرال سنسيشن سبيشال. سبيشال هما مين؟ النظر، السمع، الشم، التذوق. بيقسموا الجنرال سنسيشن لحاجتين. لما المستقبلات بتاع الاحساس تبقى في الجلد يبقى اسمك سوبرفيشال زي مين؟ البين والتمبريتشر والتاتش. لما المستقبلات بتاع الاحساس تبقى مش في الجلد تبقى ديب زي مين؟ احساسك بالعضله، احساسك بالعصب، احساسك بالمفصل، احساسك بالعظم. ده اسمه ديب. الزبده لما اقول العضله دي ليها سنسوري فايبر يبقى اني نوع من السنسيشن اللي انا قلته هل سبيشال ولا جنرال؟ طب ولو جنرال سوبرفيشال ولا دي؟ شكرا. تلاقي كلمه الطالب ما بيحفظها صار العبيط مش فاهم. بروبريوسبشن ده الديب سنسيشن بتاع العضله، الاحساس بالعضله وحركتها. فهمنا حاجه؟ مين اللي بيدي العضله ديب سنسيشن او بروبريوسبشن؟ مكتوب عندك سي 3 و4 ثالث ورابع سيرفايكال نيرفز. يبقى العضله دي مكتوب لها نيرفين، واحد موتور عشان تنقبض وتتحرك، واحد سنسوري عشان تحس بيها. فهمنا حاجه؟ شكرا. تفتكروا الاكشن بتاع العضله دي؟ نبقى اسمع احلى تعبير، شولدر جوينت ولا جيردن؟ جيردن. جيردن انسيرشن في كلافيكال وسكابيولا. الوحيد اللي خلي دماغك شغلت الشولدر جوينت كانت؟ ترابيس ميجور. يا جدعان اللي انسيرتد في الهيومرس شولدر جوينت، اللي انسيرتد في السكابيولا شولدر، هنغنيها ولا ايه؟ الابر فايبر تشد السكابيولا لفوق اليفيشن، الميدل فايبر الاوريجن والانسيرشن من ورا اشد السكابيولا لورا ريتراكشن. الله، اصل الاوريجن المكان يبقى قدامه الانسيرشن من ورا شد قدامه ريتراكشن، انما لما يقول الاثنين من ورا اشد لورا ريتراكشن. الابر واللور فايبر يشدوا السكابيولا يعوجوها عشان نعمل ابورد روتيشن. قال لي ايه ده؟ ابورد روتيشن مش كانت عامله تسليتس؟ زود لنا عليها الابر اند لور فايبر بتاع العضله اللي اسمها ترابيزيس. السؤال ده بنحبه قوي، سؤال الابدكشن بتاع الشولدر ده. واللي عمال يكتب زي العبيط قال ايه مكتوب في الجوينتس ان شاء الله في اخر حصه بعد بكره. انا بقوله من دلوقتي ليه؟ عشان ابقى مكمعه، عشان لما اوصل له في الجوينتس ما تقوليش انت بتقولي خلاص. الناس اللي باصه معايا العضله خلصت، اوريجن، انسيرشن، نيرف سبلاي، اكشن، بتيجي سؤال لوحدها. تعال ناخد اللاتيزموس دورساي. وبعد ما اخد اللاتيزموس دورساي انا مع حضراتكم بعد اذنك هناخد الثلاث عضلات دول بسرعه كده، ان في سؤال مهم اسمه تراينجلز ريليتد لاتيزموس دورساي، بس ما ينفعش اقوله الا ما اخلص كل العضلات. يلا يا عم. لاتيزموس دورساي. العضلة اسمها العضلة الظهرية العريضة، عارف عريضة ليه؟ قال لي لا، عشان تاخد اوريجن من خمس اماكن، عد يا عم. أول اوريجن اللاتيزموس فيها جزء منقط، منقط ليه؟
اصل بدايه اللاتيزمس مستخبيه تحت حضرتك الجزء السفلي من الترابيز، يبقى الجزء العلوي من اللاتيزمس مستخبي ديب للجزء السفلي من الترابيز. فين الاوريجن؟ اول اوريجن. امسك في اخر ست شوك صدريه اللي كان ادبي اخر سته، يعني اسيب اول سته يبقى ابتدي رقم سبعه، يبقى من تي سبعه لتي 12 يبقى اول اوريجن قال لك كده. يعني انت تقصد ان اخر ست شوك صدريه دول ممسكين عضلتين؟ قلت له اه، لاتيزمس وترابيزيس. تاني اوريجن النقط البينك دي، دي فيشيا تحت العضله، اتفقنا العضله تمسك في اي حاجه. الفيشيا دي جنب الفقرات او الشوك الصدريه والقطنيه فيسموها ثوراكو لندر. هو عيب ان الفيشيا تبقى تحتيه وانا جاي اركب عليها واخد منها اوريجن؟ مش عيب، ادي اتنين. بالتالي الناس اللي حضروا لور ليم، الخط البارز اللي في جنبي دوت وسطي اسمه ايليا كريست، واعتقد ان ده بيلف لجزء امتيبيو وجزء بوستيريو وليه شفتين خارجيه وداخليه. اللي جاوب السؤال ده يبقى جدع. لو ده الايليا كريست بتاعنا بالمنظر ده كده، العضله في جسمي من ورا يبقى تمسك في اي جزء من الكريست، امتيبيو ولا بوستيريو؟ العضله سوبرفيشال يبقى تمسك في اي شف، اوتر ولا انر ليب؟ اوتر. يبقى انا مسكت في الاوتر ليب بتاع الجزء الخلفي بتاع ليب. واللي عايز يبص اهو، هنا اهو انا ماسك في الجزء الخلفي بتاع الايليا كريست في الشفه الخارجيه. اطلع لفوق تلاقي اخر اربع ضلوع، اللي فين الضلوع دول؟ هو ليه الضلوع هنا باينه وهنا مش باينه؟ هنا العضلة راكبة عليه. العضلة تلزق في السطح الخارجي بتاع اخر اربع ضلوع، واللي كان ادبي اخر اربع ضلوع اللي هم 9 و10 و11 و12. يبقى العضلة خدت اوريجن من السطح الخارجي بتاع اخر اربع ضلوع، اخر اوريجن. وانا طالع لفوق تقابلني الاسكابيولا. اني زاوية دي في الاسكابيولا يا ابني يا اللي لسه بتفكر؟ انفيريور انجل. تفتكر بذكائك امسك في الانفيريور انجل من ورا ولا من قدام؟ من ورا. طب ليه ما امسكش من سيريتس انفيريور؟ اخر خمس صوابع كانوا ماسكين في نفس الزاوية. احنا كنا بنقول دي علامة في العمل. انفيريور انجل سكابيولا لما نعلمها من ورا يبقى لاتيزمس دورساي، لما نعلمها من قدام تبقى سيريتس. خمسة اوريجن. شوف هعملهم ازاي. انا علمني ليه انزل واطلع شوك فيشيا ايليا كريست ضلوع انفيريور انجل. العضله راحت لاترال والانسيبشن بتاعها لو انت جدع منقط، يبقى من قدام ولا من ورا؟ من قدام، لان باصص من ورا. العضله رايحه للبايسبتال جروب وما ينفعش امسك في اللاترال ليب لان فيها بكتيريا، وما ينفعش امسك في الميديا ليب في عضله بلون احمر قدامك لسه ما خدناهاش، جايه من اللاترال بوردر بتاع الاسكابيولا من ورا، رايحه تبقى انسيرتد في الشفه الميديا بتاع الجروف من قدام. العضله دي اسمها تيرس ليب. خدت بالك جايه منين رايحه فين؟ جايه من كلمه لاترال رايحه لكلمه ميديا، جاية من ورا طالعة قدام، اسمها تيرس ميج. يبقى احنا كنا بنحفظ ونقول تلات عضلات ماسكين في البايسبتال جروب، ميجور وميجور وبينهما دورسال. انا بقى في اللاترال ليب بيكتورالس ميج، في الميديا ليب تيرس ميجور، وبينهما لاتيزم. هو سؤال محرج للناس اللي بتفهم، ايه ده؟ الله يجزيني. طب وانا بسيبها من قطع. الناس فاكرة ان الاجزلة بتبان من ورا، الاجزلة عمرنا ما شفناها من ورا. اللي ما بتشوفوها ازاي؟ شيل الجدار الامامي هتشوف الاجزلة، واللي ورا هيبقى الجدار في الخلف. عمر ما الاجزلة بتبان من ورا، انا بسيبها منقطة لانها من قدام. يا رب حد بيفهم. هو ده اي جدار في الاجزلة؟ ده جدار خلف طلع العضلتين دول مرسومين منقطين عند الانسيرشن، يعني دول بيطلعوا قدام. الجدار الخلفي ما بيبانش من ورا، يبان من قدام.
حبيبي نعيد تاني. الأجزلة أهي. الأجزلة هي الجدار أمامي والجدار خلفي. الجدار الأمامي لو شلته هتلاقي مين؟ المحتويات. لو شلت المحتويات هتلاقي مين؟ جدار خلفي. هو اسمه جدار خلفي مش عشان بيبان من ورا. هو اسمه جدار خلفي علشان في جدار أمامي. حبيبي العضلتين دول منقطين. دول كانوا ورا طلعوا قدام. وكان جدار في الأجزلة البوستيريور تاني عشان في ناس مش فاهمة. العضلتين دول جايين من ورا بس بعد كده يطلعوا قدام ويدخلوا في عمل انيول من الأجزلة البوستيريور. قبل بقى نرسم لك الرسمة من قدام واللي يجاوب يبقى جدع. بص كده ادي الرسمة بتاع الجدار الخلفي بتاع الأجزلة. اللي يقول انا شفت المنظر ده ازاي يبقى جدع. ادي عضلة وادي عضلة وده. دول كام عضلة؟ ثلاثة. المنظر ده انا بصص من قدام ولا من ورا ولا قدام عشان اشوفه عملت ايه. شلت الجدار الامامي وحطيت نيم المحتويات يبقى ده الجدار ايه؟ هو اسمه خلفي ليه؟ عشان في امامي انما ما بيبانش من حبيبي. ثلاث عضلات في الجدار الخلفي اللي يقولهم يبقى جدع. دي عضلة لسه ما خدناهاش صابس كابيو. ودي العضلة اللي اسمها التيرس ميجر. والمنقطة الكبيرة دي اللي هتطلع قدام دي تبقى لاتيزمس. السؤال بتاعك حط صباعك تحت البوستيريور وولف اوف اكسيليا هتلاقي حاجة ناشفة. ده عبارة عن ايه اللي انت حاطط صباعك عليه ده؟ هل هو لاتيزمس دورساي ولا تيرس ميجر ولا الاثنين؟ ليه الاثنين؟ لان في علاقه ثلاثيه ما بين اللاتيزمس دورساي والتيرس ميجو. حد عارفها؟ لاتيزمس جايه من ورا التيرس ميجو تنزل تحت التيرس ميجو تطلع قدام. بص هنا لاتيزمس جايه من ورا التيرس تنزل تحتيها وتطلع قدام. وانت برسمها لك انا هنا دي العلاقه الثلاثيه جميله جدا اللي ما بين العضلتين. لاتيزمس جاية من ورا التيرس تنزل تحتها تطلع قدامها. حبيبي العلاقة الثلاثية دي ما بين العضلتين هي أوطى حاجة في الجدار الخلفي يسموها بوستيريور أجزيلا ريفورم. يبقى النهاردة لما أخد الأجزيلا لو ما تجاوبنيش هغزك. ده أني جدار وده أني جدار هو سموه خلفي ليه؟ عشان ورا الأمام. ده تخين ليه؟ طبقتين. الطبقة السوبر فيه شتاب الطبرس والطبقة دي فيها ماينو وصاب كليفيس وما بينهم كلافي. طب والجدار ده بوستيريور كم عضلة؟ ثلاثة. حبيبي صاب سكابيولاريس تيرس ميجور ولا تيزمس؟ لما احط صباعي تحت الجدار الامامي الاقي حاجة ناشفة اسميها انتيريور اكزيلاري فورد اللي عاملها اللي هو الكورتر بتاع البيكتوراليس. لما احط صباعي تحت الجدار الخلفي الاقي حاجة ناشفة اسميها بوستيريور اكزيلاري. عاملها عضلة ولا اثنين؟ اللي ما بينهم علاقه ثلاثيه لاتيزمس دورساي. لو انت مش مجمع الكلام ده مع العضلات هتيجي ساعه الاجزيه دول انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم اصلا ايه القصه. الناس اللي باصه لاتيزمس خلصت اوريجين وانسيرشن نيرف سبلاي. نرجع للشبكه بتاعتنا لان العضله الوحيده اللي مش هتاخد من الشبكه ايه؟ ترابيز. ايه ده العضلات تاخد من حضرتك الشبكه؟ حبيبي العضله دي انا بحكي لها برانش عادي اللي هو البرانش اللي هتستنى دوره للمرحله رقم اسمه نيرفيتو لاتيزمس. ليه اسم تاني بيلعبك بيه في الماتشنج والام سي كيو كومبليت ثوراكو دورسال. ليه سموه الاسم ده؟ هي العضله على ظهري من ورا ولا من قدام؟ من ورا. يبقى ثوراكو يعني صدر ودورسال يعني من ورا. مين النيرفات اللي خدنا لها كذا اسم لغايه دلوقتي؟ نيرفيتو سيريتس اسمه التاني لونج ثوراسيك نيرف اسمه التابك نيرفو بيل نيرفيتو لاتيزمس اسمه التاني ثوراكو دوس اكشن نربي. هي العضله دي شكلها الشولدر جدل ولا الشولدر جوينت؟ لان الانسبشن بتاعها في الهيومن. يبقى اتنين النهارده شغلوا لنا الشولدر جوينت بيكتوراليس ميجور من قدام ولاتيزمس دوس. رد على قد السؤال. العضله جايه من ورا لما تعدي من ورا مفصل الكتف اعمل فليكشن ولا اكستنشن؟ اكستنشن. العضله من فوق ولا تحت المفصل؟ تحت. يبقى تعمل اب ولا اد؟ اد. العضله نهايتها منقطه من قدام يبقى تعمل ميتر ولا لاترال روتيشن؟
السيرش لما قدام يبقى 100 يد. بص الثلاث حركات دول انا بعمل ادكشن وبعمل اكستنشن وبعمل ميديا روتيشن، يبقى دي بنستخدمها في السويمنج والروينج. يبقى على فكره رئيسة القسم اللي كانت قبل الدكتور ايهاب قلت لك اتكلم عن عضلتين بنستخدمهم في السويمنج اللي هم لاتيزماس دورساي وبيكتوراليس ميج، عشان لسه قايل من شويه ستيبلوكوستال هيد بتاع البيكتوراليس ميج بنستخدمها في السويمنج اند روينج. يبقى جابت كلمه الطالب ما بيبصلهاش، كلمه سويمنج او روينج. يبقى لغايه دلوقتي اتنين، بيكتوراليس ميج قدام، لاتيزماس دورساي من ورا. طيب مكتوب عندك جمله حلوه قوي، يقول لك العضله دي بتشد الجذع لفوق وانا بتسلق السلم. قال لي يعني ايه؟ امسك كده يا دكتور، انا عايز اطلع اغير اللمبه اللي فوق، فبطلع على السلم وحطيت ايدي كده على السلمه. لما انا حطيت ايدي كده انا ثبتت الانسيرشن. بيكتوراليس ميجر قدام ولاتيزماس دورساي من ورا واخدين اوريجين من الجذع، فيشدوا جذعي فوق. تاني عشان اقدر اتسلق كده لما حطيت ايدي على السلمه كده اهو انا ثبتت الانسيرشن بتوع عضلتين بيكتوراليس ميجر ولاتيزماس. طب هو الاوريجن بتاعهم كان منين؟ من جذعي، اسحب جذعي لفوق. اقرا مع البيكتوراليس ميجور ات بول الترانك ابورد از انكلاين بيلك. اللي جاوب السؤال ده جدع. كنا واخدين كم عضله بيشتغلوا عكس الطبيعي في الفورس او الديب انسبيريشن؟ المفروض اثنين، بس انا قلت لك بيكتوراليس ميجور ينفع اعملها معاهم. بيكتوراليس ميجور وماينور سير. دي بقى وهي معديه عدت على اخر اربع دروع، مسكت فيهم من ورا. النهارده حط ايدك على الفيزماس دورساي بتاعتك وكح كافي او اعطس نيزك تلاقي العضله انقبضت. طب ولما انقبضت اعمل ايه في الدروع اللي انا عدت عليها؟ اعملها سكويز، افعصها، كومبريشن، اطلقها، ادخل هواء زياده ولا اطلع. يبقى بتوع الفورس انسبيريشن مكتوب عندكم اثنين ماينور وسري، بس وانا زودت لك ينفع تكتب بيكتوراليس بتاعت الفورسد اكسبيريشن اطلع هواء زياده لاتيزماس دورساي. خلصت العضله لاتيزماس دورساي، بتيجي سؤال سولو لوحدها لحالها كده. تعال ناخد الثلاثه دول وباخدهم مقارنه وبخلص منهم مره واحده. تعال نبص كده على الثلاثه دول. لو جينا بصينا على العضلات الثلاثه اللي حضرتك شايفهم ليفيتور ماينور وميجور اللي هما رومبويدس، انا باخدهم مقارنه من الاول، عمرهم ما جم نظري، ماليش دعوه. لو انت ليفيتور هتمسك في البوزات الجانبيه العرضيه بتاع اول اربع فقرات عنقيه في الترانسفيرس بروسيسز بتاع اول اربعه سيرفيكال فيرتيبري. اول مره نسمع ترانسفيرس بروسيسز النهارده في اللور سمعناها سوس ميجور. شكرا. يبقى الناس اللي باصه كان تحت في اللور ريت سوس ميجور واخده من البوزات الجانبيه العرضيه بتوع الخمس فقرات القطنيه، هنا انا واخد من البوزات الجانبيه العرضيه بتوع اول اربع فقرات عنقيه. ماشي؟ ثواني. ايوه. لا نسيت. طب مين العضله اللي هتمسك يا رب تبص هنا في الجزء التحتاني من النيو كالليجمنت وفي الشوكه بتاعت سي 7 وتي 1؟ ماينور. بص الرسمه يا كابتن، ماينور مسكت في الحته الاخرانيه من النيو كال وشوكتين سي 7 وتي 1. طب مين اللي ماسكه في الشوك الصدريه من تي 2 لتي 5 والليجمنت اللي ما بينهم سوبر سباينس؟ ميجور. بص الرسمه دي ماسكه اول اربع حضرتك بروزات عرضيه من الفقرات العنقيه الترانسفيرس بروسيسز اول اربعه سيرفيكال فيرتيبري، دي ماسكه في الشوكه بتاعت سي 7 وتي 1 واخر حته في النيو كالليجمنت، دي ماسكه في الشوك الصدريه من تي 2 لتي 5 والسوبر سباينس. الانسبشن سهل قوي، كلهم رايحين في اني بوردر من السكابيولا؟ ميديال، بس لازم اقول من ورا دورسال اسبت. ليه لازم اقول من ورا؟ لان السيريتاس انتيريور ناسكت نفس الميديال بوردر مين؟ لازم تقسمهم لي بقى علاقتي بالشوكه. لو انا ماسك فوق الشوكه
ابقى ليفي. لو ماسك مقابل للشوكة ابقى واي. لو تحت الشوكة ابقى ميشو. النرف بتاعك مستعجل من حضراتكم الروس. احنا خدنا حاجة مستعجلة من الروس. نرفته سيريتس. انما اللي كان مستعجل من التانكس نرفته صاب كليب. وساعتها لو قلتلك المستعجلين اتنين من الروس واتنين من وهكتبهم لك اهو عقبال ما نوصل للبريكيال بلكسس. المستعجل من الروتس والمستعجل من التانكس. المستعجل من الروتس خدنا واحد من الاثنين نرفتو سيريتس. والمستعجل من التانكس خدنا واحد من الاثنين نرفتو صاب كليب. ياس تعالى لو سمحت ناخد المستعجل التاني بقى اللي من الروتس. هرسم نرف وعايز حد جدع يقول لي النرف ده انا رسمه من اقلي عشان من قدام. لا يا هنت مش عشان من قدام عشان ديب للثلاث عضلات. هو النرف من ورا بس ديب للثلاث عضلات. يبقى النرف ده منقط علشان ديب للثلاث عضلات. انما في جسمي من ورا النرف ده الاسم من ايه. نرف ترومبويدس وهيدي مين هيدي التلاته. انت بتقول لي نرف ترومبويدس وهيدي كمان ليفيتور. قال لك الكثره تخلف الشجاعه. اثنين رومبويدس واحدة ليفيتو. حبايبي هي العضلات دي ماسكة في الاسكابيولا من قدام ولا من ورا؟ يبقى اسمه التاني دورسال سكابيولا. يبقى النرف ده ليه اسمين. نرف ترومبويدس او دورسال سكابيولا. وده مستعجل منين يا ولاد؟ من الروت. كده خلصوا المستعجلين حضراتكم بعد اذنك رومبويدس. كده خلصوا المستعجلين من الروت. ليه على فكرة العضلة دي ليها؟ في سبلاي تاني بس مش موتور. قريت سنسوري نفس اللي انت الترابيزيوس سي 3 و 4. يبقى النهارده لما حد يسالك مين العضلات اللي ليها دبل نيرف سبلاي تقول له بيكتوراليس ميجور ميديال ولاترال بيكتورال بس الاثنين موتور. تقول له ترابيزيوس ليها واحد موتور واحد سنسوري. تقول له الليفيتور ليها واحد موتور واحد سنسوري. الناس معايا؟ بالنسبه للاكشن التلات عضلات دول الاوريجن من ورا والانسيرشن من ورا. يبقى يشدوا العظمه الاسكابيولا يعملوا لها الانتراكشن. التلات عضلات دول بيلفوا الاسكابيولا لتحت. اول حاجه تلف لتحت. احنا كنا خدنا اللي بيلف لفوق ابدكشن من 90 ل 180 سيريتا سوي ترابيز. التلاته دول ما بيعملوش ابورد بيعملوا داونورد. زود لنا بقى ان الليفيتور مكتوب عندك بتعمل اليفيشن للسكابيولا. جمع كده بقى خدنا حركات الاسكابيولا ايه؟ بتقول لي صح. اللي بيعمل اليفيشن كان اثنين ابر فايبر ترابيزيوس والليفيتور. اللي بيعمل حضرتك ديبريشن كنا خدنا اكتوراليس ماينور لما خدنا بتشد الاسكابيولا. وهتلاقي بقى في جدول المفاصل في اخر الملزمه والكتاب مزودين ان اللور فايبر بتعمل ديبريشن بتاع الترابيزيوس. اللي بيعمل بروتراكشن مين يا ولاد؟ حضرتك البكتوراليس ماينور والسيريتس. اللي بيعمل ريتراكشن مين يا ولاد؟ ميدل فايبر ترابيزيوس والتلات عضلات الديب. اللي بيعمل ابورد روتيشن مين يا ولاد؟ سيريتس والابر اند لور فايبر ترابيزيوس. توطي الديب حاجه من على الارض داونورد روتيشن التلات عضلات الديب. ده سؤال بيجي نظري مهم جدا. انا مش مجمعه هنا كلنا سواء في الكتاب او الملزمه هتلاقيه في اخر الكتاب او الملزمه مفاصل الشولدر جيردل. هتلاقي جدول بيجي سؤال كده قول اسامي حركات الشولدر جيردل وقول اسماء العضلات اللي بتعملها. فهمت؟ حركات اسامي وعضلات اسامي. ده سؤال مهم قوي. حركات الشولدر جيردل والعضلات اللي بتعملها. انا كده خلصت حضراتكم بعد اذنك الخمس عضلات. هتجيب لي بقى عندك حاجه اسمها تراينجلز ريليتد تو لاتيزموس دورسال. اللي بيذاكر الملزمه عندي اقلب الصفحه. اقلب يا كابتن الصفحه اللي ذاكر في الكتاب يدور على راحته هيلاقي حضرتك صفحه كام دي؟ لا اللي بعديها 40. ايوه كام؟ 18؟ 18. في جدول اسمه تراينجلز ريليتد تو لاتيزموس دورسال. على فكره ده ممكن يجي ملحق للعضله اللي اسمها لاتيزموس. فاهم حاجه؟ كلمني عن الاتيزموس دورسال والتراينجلز ريليتد تو ات. يبقى ده
ممكن يجي مع حضرتك العضلة اللي اسمها لاتيسموس دورسال. يلا كده انا عايز اشوف المثلثين. انا هتقل على المثلثين قدامك يا عمي اللي بتنام. ادي مثلث اهو وادي مثلث. المثلثين دول عباره عن سبيسز فراغات على شكل مثلث. اللي فوق ده اسمه مثلث السمع تراينجل اوف اوسكالتيشن، واللي تحت ده اسمه المثلث القطني لان انت عند الفقرات القطنيه فيسموه لامبر. عايزين في كل مثلث حدوده ايه، ارضيته فيها ايه، حضرتك اهميته الاكلينيكيه ايه. جدول ظريف انا عامله عندي في ثلاث عناوين، حدوده وارضيته وحضرتك الاهميه الاكلينيكيه. اسمع حدود المثلث دي ايه، يا رب اللي بيفهم ادعيه. المثلث بتاع السمع يحد حضرتك بعد اذنك من فوق اللاترال بوردر بتاع الترابيزيس، يحد من تحت الابر بوردر بتاع اللاتيسوس، يحد لاترال الميديال بوردر بتاع الاسكيم. الاسم اللي بيقول والله ده لاترال بوردر ترابيزيس، ده ابر بوردر لاتيسمس، ده ميديال بوردر سكيم. ارضيتك عباره عن ايه؟ بذكائك مين من التلات عضلات دول اللي المفروض مستخبيين هنا يبقى في الارضيه؟ الرومبويدس ميجور، الميجور هي اللي تبقى هنا في الارضيه، وتحت الميجور في ضلعين. يا رب حد يقول لي مين الضلوع ده؟ ده الضلع رقم 6 وده الضلع رقم 7. حبيبي أهمية المثلث ده لما تجيب السماعة، بيسموا السماعة على فكرة ستيثوسكوب، لما توصل إن شاء الله في الكلينيكال هتحط السماعة هنا تسمع أصوات التنفس بوضوح. ليه يا حبيبي؟ في حاجة اسمها القصبة الهوائية الترقية بتنقسم لشعبتين هوائيتين بيسموا الشعبة برونكس والجمع برونكال. لما تحط السماعة هنا هيبقى تحتيك على طول البرونكس الشعبة، فأصوات التنفس هنا بتتسمع بوضوح. اقرأ بريث ساوندز، أصوات التنفس ار هيرد كليرلي هير، تسمع بوضوح هنا. مثلث اللمبر ترانج حدوده كالآتي، يا رب نبص مع بعض. هتلاقي حضرتك إن الحدود بتاعتك إن كده أهو ميديالي العضله اللي اسمها لاتيسموس دورسال، هتلاقي كده هو لاترالي العضله بتاعه جدار البطن الامامي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. اللي عايز يفهم في ناس هتطولها هتعديها كده، الاكسترنال ابدومينال اوبليك دي عضله اللي قدام يا عم، واحنا باصين من ورا يا عم. طلع بقى لما توصل سنه ثالثه عضله الاكسترنال اوبليك كل بص اغلبيه خيوطها نازله مايله لقدام، بس الخيوط الخلفيه بتاعتها نازله فيرتيكال لورا كده. فوانت باصص من ورا هتشوف الخطوط الخلفيه الفيرتيكال بتاع عضله جدار البطن الامامي. من تحت فيه الياك كريست، يبقى حدودي تاني لقينا ميديالي فيه اللاتيزمس ولاترالي الاقي فيه عندك الاكسترنال ابدومينال اوبليك، وحضرتك تحت يوجد الياك كريست في الارضيه المنقطة اخضر دي. في عضلتين هتاخدهم في سنه ثالثه تحت الاكسترنال اوبليك، واحده اسمها انترنال اوبليك، واحده اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. في الارضيه بتاع المثلث ده تحت العضله الاكسترنال اوبليك في عضلتين هنا، واحده اسمها انترنال اوبليك والثانيه اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. سمعت فين ترانسفيرسس ابدومينس؟ شفتين في مورال شيل كان ليه جدار امامي وجدار خلفي. نرجع بالساقمه اللي ماتت. الجدار الامامي كان بيعملوا فيشيا جايه من جدار البطن الامامي، كان اسمها فيشيا ترانس، وساعتها قلت لك سموها ترانس فيرسالس ليه؟ عشان بتبطن عضله في جدار البطن اسمها ترانس فيرسس ابدومين. هي ايه مشكله المثلث ده؟ يمثل نقطه ضعف الناس اللي عندهم زياده الضغط جوه البطن وبنخبط في الكيس البريتوني يحصل منه بروز باوتش او ساك وتدخل جواه حته امعاء، تبتدي تخبط في العضلتين اللي في الارضيه لغايه لما الخيوط تبتدي تبعد عن بعض بتاع العضلتين بتوع الارضيه. فجاه العيان يجي لك عنده سويلنج تورم حضرتك في مكان اللمبر ترانجل، تدوس عليه تلاقي تحت ايدك حاجه طريه،
الفلوس كانت تختفي تشيل ايدك تظهر. ده فتاة. ايه تعريف الفتاة؟ حد فاكر؟ abnormal protrusion، امتداد غير طبيعي لابدومينال كونتنت ودايما انفستر خلال ميك بار في الابدومينال وول، ودايما اللي يعمل الفتاة هو زيادة الضغط جوه البطن، زيادة الانترا ابدومينال بريشر، يسموا الفتاة ده يا كابتن لمبر هيرنيا. يبقى انت سمعت كلمة هيرنيا مرتين. الفيمورال حضرتك بعد اذنك تراينجل بيحصل حاجة اسمها في الفيمورال كانال فيمورال هيرنيا، وكان في حاجة كده اتقالت على استحياء ان في الميلز بيجي لهم حاجة اسمها الجوينال هيرنيا، ودي هنا هو سمعنا حاجة اسمها اللمبر هيرنيا. انا خلصت في المثلثات بتوع الاتيزم. هكلمة صفحة جديدة عضلات الشولدر او بيسموها سكابيلر ريجن. أمو واحد قال لي انتوا سميتوها سكابيلر ليه؟ عشان ماسكه بالسكابيلر. انا كنت ست عضلات. طب ما احنا خدنا عضلات كتير النهارده ماسكه بالسكابيلر. اللي انت خدتهم ماسكين في السكابيلر كانوا انسيرشن، انما دول في السكابيلر هيبقوا اوريجن. يبقى الجدول الجاي عضلات الشولدر او السكابيلر اللي ريجن دي عضلات واخده اوريجن من السكابيلر. اشيل بعد اذنك الكلام ده. عضلات الشولدر ست عضلات، اتنين اخوات اسمهم سباينيتس واتنين اخوات اسمهم تيرس واتنين اغراب، واحدة اسمها سابسكابيولارس والتانية اسمها ديلتور. يبقى انا عضلات الشولدر عندي ست عضلات، وانا شغال اقولك مين اللي بيجي نظري والسؤال بيجي ازاي. اولا هنا انا باصص من ورا لاني شايف الشوكه، ادي اللي هدوس لك عليها دي الشوكه اللي هي السباين. امشي مع القلم من فضلك هتلاقي الكلام ماشي. يبقى دي الشوكه بتاعتنا اهي بالاكروميوم، لان انا اخر الشوكه هنا بعد كده بكمل اكروميوم. يبقى هكتب على دي اس سباين، انما ده ايه اكروميوم. البسمه دي من قدام لان انا مش شايف الشوكه. فين الست عضلات؟ ادي العضله اللي فوق الشوكه سوبر سباينيتس واللي تحتيها انفرا سباينيتس. يا رب حد بيفهم يقول لي ايه الدايره اللي بدوس عليها دي؟ دي نويد كافيز، دي بصه لا وراس اليومرس اللي بتدخل جواها بتبقى بصه ميديان. حلو قوي السؤال ده. اني بوردر في الاسكابيلا يا ولاد؟ ده اللاترال بوردر حبيبي. لاترال بوردر ماسك فيه عضلتين من ورا ومن محاسن الصدف. ما عندناش عضلات بتمسك في اللاترال بوردر من قدام. العضله اللي فوق دي اسمها تيرس ماينر، والعضله اللي تحت دي اسمها تيرس ميجر. يبقى المشكله عندك في الميديال بوردر، حيث ان ماسك فيه اربع عضلات، واحده من قدام وثلاثه من ورا، انما اللاترال بوردر اثنين بس ماسكين من ورا. العضله دي لازقه من قدام في الاسكابيولا في سب اسكابيولا فصه اسمها سب اسكابيو. لا، واللقطة اللي بعديها لما نرسل او نجيب السلايد اللي بعديها عضلة الكتف اسمها ديلتوين. يبقى انا خدت الستة اماكنهم واساميهم. لو كل عضلة خدت اكتر من دقيقة يبقى انت عندك خلل ما. العضلة سوبر سباينيس ماسكة فرصة اسمها سوبر سباينس فرصة. فين الانسيرشن؟ يوجد تلات حفر صغيرة. على فكرة بنسمي الحفرة الصغيرة فاسد أو إمبريشن. لما تكبر شوية نسميها نوتش، لما تكبر أو نسميها فصة، لما الحفرة تبقى طويلة نسميها جروف. في ناس ما تعرفش الكلام ده والسنة بتخلص. ده غير ده غير ده غير ده. دي فاسد أو إمبريشن، حفرة صغيرة تكبر شوية تبقى نوتش، تكبر شوية تبقى حضرتك فصة. الحفرة تبقى طويلة تبقى جرو، إنما لما بقى مقفول داير ما يدور تبقى فورمين. يا رب انت فاهمين انا بقول ايه؟ حبيبي العضلة دي ماسكة في السوبر سباينس فصة، راحت في الأبر فاسيك أو إمبريشن أوف جريتر تيوبروس. على فكرة وضع التلات حفر مهم أوي تعرفه، اللي يعني وضعهم. اللي من فوق وبالتالي بتبان من قدام ومن ورا تبقى الأبر فاسيك. انما اللي بيبانوا من ورا بس ما يبانوش من قدام يبقوا ميدل والور. هتفرق معاك؟ تفرق معاك في الاكشن بتاع بعض.
تاني عشان يخلي جنب الهند الشقيق. لازم اعرف اماكن التلات حفر اللي من فوق اسمها ابر بتبان من قدامه من ورا اهي وهي، انما الميدل واللور يبانوا من ورا. هيفرقوا معايا وهتشوف في الاكشن بتاع العضله. العضله رايحه في الابر فاسد بتاعت الجريتال تيوبولوستي اوف هيومنز. النيرف باقي لي واحد النبي لو انا جيت هنا وانا بشرح لك ايه النيرف اسمه سوبر سكابيولار نيرف. تقول لي ليه ان شاء الله؟ انت معودنا على ان النيرف على اسم العضله كلنا غلطان. في البيكتوراليس كنا بناخد بيكتورال نيرف، في السيريتاس نيرف، في السيريتاس، في الاتيزماس نيرف، في التولاتيزماس، في الرومبويدس نيرف. فجاه اسم النيرف ما بقاش على اسم العضله. تعال اشرح لك النيرف ده عمل ايه. النيرف الاخضر اللي مرسوم قدامكم ده نيرف مستعجل من الترانس، وكده خلاص خلصوا المستعجلين. اسمه سوبرا سكابيولار نيرف. اسمه ايه يا ابني؟ النبي حد بقى يبص معايا ماشي ازاي. على الابر بوردر بتاع السكابيولا يوجد نوتش اسمها سوبرا سكابيولار نوتش. في جسمنا نحن الاحياء في ليجامنت بيحولها الفورامين، يبقى دي بقى اسمها سوبرا سكابيولار فورامين. انا خلص اللي خلصت انت قلت حاجه عد معايا. يا سوبرا سكابيولار نيرف يا مستعجل من الترانس، عدي من الفورامين تحت الليجمنت، ادي اف عديت في الفورامين، ثم اروح للسوبر سباينس فوسا، ادي اف ونفع السوبر سباينس، ثم انتهي في الانفرا سباينس فوسا، ادي اف ثالثه ونفع الانفرا سباينين. طب عشان اجي من الفصة دي اروح للفصة دي انط من فوق الشكة، طب وانط ليه؟ طب ما انا عندي هنا نوتش ما بين السباين والجلينويد اسمها سباين وجلينويد نوتش، عدي منها. النيرف ده وانا طالب قدك كنت بحفظه ابو ثلاثة اف وواحد ان، عديت في السوبر سكابيولار فورامين اف، عديت في سوبر سباينس فوسا اف، عديت في انفرا سباينس فوسا اف، عشان اجي من الفوسا دي للفوسا دي عديت في سباينو جلينويد نوتش. خيالك المريض وانت قاعد زي العبيط بيقول لك ايه؟ لازمته ايه اللي قاله ده؟ لازمته ان انت فهمت يعني ايه عضله اسمها سوبر سباينيتس وعضله اسمها انفرا سباينيتس واخدين من عصب اسمه سوبر سباينيتس. انا كمان خلصت. يعني لما اخد البريكيال بليكسس العبيط فيكم فاكر ان انا هشرح الاربعه دول انا قلتهم على العضلات بتاعتهم وده الصح. لما نيجي ساعه البريكيال بليكسس خلاص انت عارف انا بقول ايه. الناس اللي باصه ايه الاكشن بتاع السوبر سباينس. العضله معديه من فوق مفصل الكتف تعمل اب من 0 ل 15. انا كنت سايب هنا فراغات، يبقى من 0 ل 15 يبقى عضله اسمها السوبرا سباينس. يبقى لسه اللي بينات في ذمتي هي اللي بتنام من 15 ل 90 ويكتمل حركه الابدكشن والشوك. واحد جدع قال لك ايه الدايره السودا دي؟ ما قلتلناش. يا رب نبص هنا ويسيبك من الملزمه او الكتاب. ايه الاسود ده؟ ده الكبسول بتاعه الشولدر جوينت. بص كويس لو سمحت الرسمه. الدايره السودا دي اللي حوالين راس الهيومرس والجلينويد كافيتي دي الكبسول. اربعه من الست عضلات الاوتار بتاعتهم هتلزق في الكبسول بتاع الشولدر جوينت. فين الاربع عضلات اللي لزقوا في الكبسول؟ يا رب حد يقولها. سوبرا سباينيتس من فوق، انفرا سباينيتس وتيرس ماينور من ورا، سب سكابيولاريس من قدام. الاربع عضلات دول اللي الاوتار بتاعتهم هتلزق في الكبسول اسمهم روتيتور ماسل كاف او ماسكولو تندينيس كاف اوف شولدر. قال يعني ايه كاف؟ وهل في فرق يا دكتور ما بين كلمه كاف سي يو اف اف وكلمه كاف سي اي ال اف؟ يا خويا دي كاف عضلات السمانه عضلات الباك اوف ليج. انما كاف دي معناها ايه؟ جهاز الضغط استعملته في السنه الاولى اسمه سفيجمومانوميتر كاف بيلف حوالين دراعك. الاربع عضلات اللي انا قلتهم دول اللي هم الثلاثه اللي ماسكين في الكريتال تيوبوستي
واحدة ماسكة في اليسار بيلف حوالين كتفي زي ما جهاز الضغط بيلف حوالين دراعي، فراحوا مسمينهم اسم الاثنين. يا اما بيسموهم روتيتور يعني بيلف، مصل يعني عضلات، كف او ماسكلوتندينيس اوتار العضلات، كف اللي بيتلف حوالين الشولدر اوف شولدر. خليني بعد اللي انا قلت ايه الهدف ان انا الزق فيه الكبسول؟ اثبت المفصل. اقرا الاكشن التاني بتاع العضله، بثبت المفصل من فوق حضرتك استابلايز الهيب اوف ذا هيومرس جوه الكافيتي، انا مثبت المفصل من فوق. طب السوبر سباينتس هتيجي ازاي؟ هيجي يقول لك اتكلم على السوبر سباينتس. لا، السؤال هيجي بصيغه منين؟ اتنين، يا اما اتكلم عن العضلات اللي بتعمل ابدكشن في الشولدر، يا اما اتكلم عن الروتيتور ماسل. ما فيش حاجه اسمها اتكلم عن السوبر سباينتس، يا اما العضلات اللي بتعمل ابدكشن في الشولدر يا اما الروتيتور ماسل. انا مش هقول دي، انا عايز ان مع بعض كده نشغل دماغنا. انفراسباينتس واخد اوريجين من اني فص؟ انفراسباينتس فص انسيبشن في اني فاسيت من التلاته؟ ميدل فاسيت. نيرف سبلاي اسمه سوبر سكابيولا ابو ثلاثة اف واحد ان. اكشن، قبل ما تقول الاكشن ركز، انا من فوق ولا من تحت؟ من تحت. اعمل اد. طب الفاسيت اللي انا رايح امسك فيها من قدام ولا من ورا؟ ورا. يبقى اعمل لاترال، تبقى العضله دي تعمل ابدكشن وتعمل لاترال روتيشن. اللي جدع، هل دي واحده من الروتيتور ماسل كاف؟ اه، فهم اربعه، الثلاثه اللي ماسكين في الجريتر سوبروستي والواحده اللي ماسكه في الليسر وبيلزقوا في الكبسول. انا عايز اسال سؤال، هي انفراسباينيتس بتيجي سؤال سولو؟ لا، بس بتيجي مع العضلات بتوع الروتيتور ماسل كاف. عايز اعمل مقارنه ما بين الاثنين، واحده ماسكه في السوبر سباينس، التانية ماسكة في الانفراسباينس فوس، واحدة رايحة في الابر فاسد، التانية رايحة في الميدل فاسد، الاتنين واخدين من نفس العصب سوبرس كاميرا، الاتنين تبع الروتيتور ماسل كاف، بس واحدة مثبتة من فوق والتانية من ورا، بس بيختلفوا في حاجة، واحدة تعمل ابدكشن من 0 ل 15 والتانية تعمل ابدكشن ولاترال. نروح للاتنين تيرس، تيرس ماينور وميجر، اللي يجاوب يبقى صاحي. يا ماينور طالعة منين؟ انا طالعه من الابر تلتين اوف ذا دورسال اسبيكت اوف لاترال بوردر اوف سكابيولا. اكيد الدكتور غلطان، ماينور تمسك في ابر تلتين، يبقى انت معنى الكلام سايب لور تلتين الميجر. لا يمكن. لا يا حبيبي، احنا ما سميناهمش ماينور وميجر على حسب هم ماسكين قد ايه في السكابيولا، احنا سميناهم ماينور وميجر على حسب حجم العضله على الجثه. الماينور رغم انها ماسكه في تلتين حجمها صغير، يعني شفتوا الكلام ده في العمل. الميجور رغم انها ماسكه في تلت حجمها كبير. فين الانسبشن بتاع الماينور؟ في اللور فاسد. يبقى كده خلص الجريتر تيوبولوستي، تلات عضلات سوبر سباينيتس انفرا سباينيتس تيرس ماينور. النيرف، هل لو انا قلت لك النيرف اسمه اكسيلري نيرف هتبقى مبسوط؟ قال ازاي؟ في عضله اسمها تيرس ماينور. منين جت الكلمه؟ اللي يجاوب هدعيله. ايه اللي انا بسمته ده وليه؟ اجزيلا. وليه بسمتها من القطر؟ عشان هي من قدام وانا باصص مني. لقينا ما بين عضلات الشولدر في فراغات، منهم فراغ يا رب يبصوا شكله مربع اسمه كوادرات. ما بين عضلات الشولدر في فراغات، ما بينهم فراغ شكله مربع اسمه، بيعملوا ايه الفراغات دول؟ لو في حاجه في الاجزيلا زهقت من عيشتها في الاكسل وعايزه ترجع لورا للباك اوف شولدر، نستخدم الفراغات دي. يوجد عصب من البريكيال بلكسس اسمه اكسيلري نيرف، اسمه التاني سيركمفليكس نيرف. ده عادي ولا مستحيل؟ ده في ناس لسه بتفكر عادي. طبعا مين مستحيل يا هم يا هندي؟ خلص اتنين ملغوص واتنين مال الترانس. يبقى الاكسيلري نيرف او اسمه التاني سيركمفليكس ده عادي، عايز يهرب من الاكسيلا ويرجع ورا. هرب عن طريق مين يا باشمهندس؟ الكوادرانجلر سبيس. يدي كم عضله يا باشمهندس؟ اتنين. يدي التيرس ماينور اللي مش مرسوم احطها لك منظر بس
اسمها انترويد. يبقى الناس اللي بصه اكسيلري او سيركمفلكس ما بينتيش غير عضلتين. والنبي لما اخد الاكسيلري او السيركمفلكس النهارده اقول لك ده عادي تقول لي اه، اقول لك كان في الاكسيلا تقول لي اه، هبب من اني سبيس تقول لي كوادرانجل، رجع ورا يدي كم عضله تقول لي اثنين، تيبس ماينور وي الاكشن بتاع الماينور. احب ابشرك خير انه نفس الاكشن بتاع الانفراسباينيتس، من تحت اعمل ادكشن الفاسد دي من ورا اللاترال روتيشن، الزق في الكبسول من ورا واثبته دي واحده من الروتيتور بسيطه. تيرس ماينور عمرها ما جت سؤال سولو اللي انا شرحتها اللي انا خلصتها بتيجي مع الروتيتور في المصيبه. تيرس ميجور هقول لك العضله اشرحها واقول لك سؤالها ممكن يجي ازاي. يا تيرس ميجور الاوريجن من ايه؟ من اللور تلت بتاع الدورسال اسبيكت اوف اللاترال بوردر اوف سكابيا. يا تيرس ميجور الانسيرشن بتاعك منقط ليه؟ قلناها ليه الانسيرشن بتاع الميجور منقط يا عمي اللي بتكمل نوم؟ لانه من قدام وانا باصص من ورا، كنت بروح لمين؟ للبايسيبيتال جروب. اني شايفه ميديال ليه؟ لان اللاترال ليه كان فيها بيكتوراليس ميجور والارضيه لاتيسمس، يبقى العضله جايه من ورا رايحه قدام. اوريجين من ورا لاترال بوردر سكابيلا، انسيرشن من قدام ميديال ليه اوف بايسيبيتال جروب. تيرس ميجور تبان من ورا ولا تبان من قدام ولا الناحيتين؟ الاوريجن من ورا انسيرشن قدام، يبقى تبان من قدام ومن؟ تعالى ارسمها لي قدام، اللي يقول لي صح هتعينه. ادي الرسمه من قدام. هل لو انا رسمت كده وقلت لك ان دي تيرس ميجور انا صح ولا غلط؟ صح. الاوريجن بقى هو اللي منقط لانه من ورا والانسيرشن باين، يبقى دي تيرس ايه؟ ميجور. حبايبي ليه رسمت التيرس ميجور بالمين؟ العضله سب سكابيولاريس هنبعت لها عصبين، واحد اسمه ابر سب سكابيولار لنصها الفوقاني والتاني اسمه لور سب سكابيولار لنصها التحتاني. حبيبي العضله سب سكابيولاريس ليها نيرفين، واحد اسمه ابر سب سكابيولار لنصها الفوقاني والتاني اسمه لور سب سكابيولار لنصها التحتاني. مين اقرب للتيرس ميجور؟ لور. النبي لو كنت جيت قلت لك ايه؟ عضله اسمها تيرس ميجور واخده من نيرف اسمه لور سب سكابيولار، انت بتقول ايه؟ يبقى كنت لازم اعرف ان تيرس ميجور بتبان من ورا ومن قدام، واعرف انها بانت من قدام عشان تاخد من اللور سب سكابيولار. اللي يقول لي الاكشن بتاع التيرس ميجور يبقى خطير، انا جاي من ورا يبقى اعمل اكستنشن، العضله من تحت تعمل ادكشن، انسيبشن من قدام تعمل ميديال ايه؟ ادكشن اكستنشن سويمنج. يبقى ينفع اكتبها مع ضغط السويمنج، يبقى اكتب لي جنب الاكشن بتاعها ما بين قوسين اللي هو ادكشن واكستنشن وميديال روتيشن سويمنج. يبقى لو قال لك اتكلم على عضلات السويمنج عندك ثلاثه، لاتيزماس دورساي وتيرس ميجور وبيكتوراليس ميجور. دي لو خدت اكتر من ثانيه روح متحسن. يا تيرس ميجور تيجي سؤال نظري سولو، لا تيجي مع عضله مين؟ سويمنج. العضله دي اسمها سب سكابيولاريس اوريجن سب سكابيولار فوس. اللي يقول لي الانسيرشن فين يبقى صاحي؟ في الليسر تيوب باوزر. اول حاجه تمسك في الليسر واخر حاجه يا اخي اسمها ليسر صغيره، ما تشيلش غير عضله واحده انما الجريتر تشيل ثلاثه. مش خدنا كده في الفيمر؟ ليسر تروكانتر كان بيمسك فيها كم عضله؟ اليوسوس. طب وجريتر؟ حدث ولا حرج، كان في من فوق ومن تحت ومن قدام ولاترال وميديال، وكانت غرقانه عضلات الجريتر تروكانتر. صح. يبقى الكبير يشيل كتير والصغير يشيل على قد. تمام. العضله بتاعتنا ليها عصبين عاديين، واحد اسمه ابر والتاني لور سب سكابيولا. ما الكلمه ما استفزتكش ان العضله ليها دبل نيرف سبلاي؟ مين اللي ليه دبل نيرف سبلاي؟ بيكتوراليس ميجور لا ترابيزيوس ليفيتور سب سكابيولا. بس في منهم الدبل نيرف سبلاي موتور بس، وفي منهم الدبل نيرف سبلاي واحد موتور. اكشن العضله من تحت تعمل ادكشن،
العضلة انسيرتد من قدام ميديال روتيشن دي واحدة من الروتيتور ماسل كاف بتثبت المفصل من قدام. عمرها ما تيجي سؤال سولو تيجي مع الروتيتور ماسل كاف. باقي لي عضلة ناخدها وناخد سبيسز ما بين عضلات الشولدر والديك بري. يبقى ناخد ديلتوي والسبيسز اللي تبع عضلات الشولدر. يلا كده. ارجع تاني العضلة ديلتويد. العضلة دي على فكرة ممكن تيجي سولو وممكن تيجي مع عضلات الابدكشن اوف شولدر. يبقى سؤال الديلتويد يا اما سولو يا اما مع الابدكشن بتاع الشولدر. عينك معايا كده لو سمحت واحدة واحدة. اولا العضلة اللي اسمها ديلتويد الاوريجين بتاعها انا رسمه ثلاث ادوان لان ليها ثلاثة فايبر. على فكره الرسمه دي مش مظبوطه قوي. ليه؟ لان لو انا باصص من ورا عشان الشوكه المفروض تشوف البوستيريور فايبر وشويه من الميدل. لو باصص من قدام المفروض تشوف الانتيريور وشويه من الميدل. اللقطه دي اكني باصص من الجنب كده عشان اربط العضله كلها قدام ومن ورا ومن الجنب. معلش انا مضطر اسفا يعني احط لك شوك الفقرات وهقول لك ليه. لان هعمل فيك جميله وانت مش عارف ايه الجميله اللي هعملها. العضله ديلتويد العضله دي سموها ديلتويد عشان مثلثه الشكل. كلمه ديلتويد يعني مثلث بس هي عامله في كتف في شكل مدور يسموه راوندد كونتور. هي مثلثه بس مديه الكتف راوندد كونتور. اسمع كده الفايبر منين يا انتيريور فايبر امسكي في اللاترال تلت بتاعه الكلافيكال من قدام. طب ليه ما امسكش في نفس اللاترال تلت من ورا جدع لان فيها الابر فايبر اوف ترابيزيس اكني براجع لك نهايه الترابيزيس. يا ميدل فايبر الاكس دي اولاد سباين اكروميوم. يا ميدل فايبر امسكي في اللاترال بوردر اكروميوم. طب ليه ما امسكش فيه حضرتك ال بيقول لك ميديال بوردر اكروميون عشان الميديال فايبر ترابيزيس كانت ماسكه في الميديال بوردر اكروميون والشفه اللي فوق من الكريست اوف سباين. يا حبايبي لو انا بوستيريور فايبر همسك في الشفه اللي تحت من الكريست بتاع السباين ما عدا التيوبريكال. طب ليه ما امسكش في التيوبريكال عشان فيها الانسيرشن بتاع اللور فايبر ترابيزيس. والله لو ركزت في الرسمه دي هتلاقيها انت بتاخد اوريجين ديلتويد وبتراجع انسيرشن ترابيزيس. هنا انتيريور فايبر ديلتويد لاترال تلت كلافيكال قدام يقابلها من ورا ابر فايبر ترابيزيس. هنا الميدل فايبر ديلتويد ماسكه في اللاترال بوردر اكروميوم يقابلها هنا الميدل فايبر ترابيز. هنا بوستيريور فايبر ديلتويد ماسكه في الشفه اللي تحت بتاع السباين اوف سكابيولا يقابلها في التيوبريكال اللي هو فايبر اوف ترابيز. فين الانسيرشن؟ الفايبر كلها تروح لاترالي وتبقى انسيرتد في منطقه مثلثه موجوده حضرتك على الناحيه اللاترال مليون. حتى ربنا المنطقه دي مش مثلثه، المنطقه دي في شيب اسمها ديلتويد تيوبروستي. طب وسميتوها ديلتويد ليه لما هي مش مثلثه؟ عشان هتمسك هنا عضله اسمها ديلتويد. يبقى الانسيرشن في منطقه خشنه شكلها بي في نص اللاترال سيرفيس بتاع الهيومرس اسمها ديلتويد تيوبروستي. اللي عايز يسالني عن نيرف ربنا هيعذبه. مين النيرف ده؟ اكزيلري. اسمه الثاني ايه؟ سيركاب. اقول لي بقى اما مش اسمه النقط من شويه عشان حطينا الديلتويد ماسل فهو ديك للعضلة اللي اسمها التوي. يا انتيريور فايبر يا رب نبص
flexion والانسيرشن من قدام ميديال روتيشن يا بوستيريور فايبر اكستنشن ومن ورا اللاترال روتيشن يا ميدل فايبر يا اللي معديه فوق الشولدر جوينت ابدكشن من 15 يبقى لما تقول لي من 15 ل 90 اللي هيكتب دلتويد غلط ميدل فايبرز اوف دلتويد السؤال ده يا ما جه في امتحانات ابدكشن اوف شولدر لو قال شولدر وسكت اقف عند 90 لو قال شولدر جوينت يقف عند 90 لو قال شولدر وبس اكمل لغايه 180 لو قال ابدكشن اوف شولدر جوينت اقف عند 90 لو قال ابدكشن اوف شولدر وسكت تكمل كمان من 90 ل 180 هي العضله دي انت قلت لي عامله شكل مدور في كتفي اسمه راوند الكوندو لو النيرف اتقطع العضله يحصل لها ايه؟ تبانزا مع الوقت يحصل لها ويستنج اند اتروفي يعني بالعربي ضمور يبقى مش هيبقى في الشكل المدور يبقى عندك ديفورميتي اسمك اسمه فلتشول وهتلاقيك الف كيسز كتير لما يتقطع الاكزيلري نيرف اسم الديفورميتي اللي بيحصل فلتشول خد بالك من الاسامي اللي هقولها لما يقول لك حضرتك دروبينج اوف شولدر ترابيزيس عشان الترابيزيس بتحفظ الليفل اوف شولدر لما يقول لك وينكينج اوف سكابيولا يبقى نيرفيتو سابيلز لما يقول لك فلات شولدر يبقى اكزيلري نيرف لما ناخد باب بكره ان شاء الله لما يقول لك اب هاند يبقى ميديان نيرف لما يقول لك كلو هاند يبقى النر نيرف لما يقول لك ريست اوف فينجر دروب يبقى ريديان نيرف فهمت انا بقول ايه ولا انا بكلم نفسي تمام اخر حاجه بقى عايزين ناخد الفراغات اللي ما بين عضلات الشولدر وحضرتك يبقى ناخد البريك نشيل دي ونجيب رسمه فراغات ما بين عضلات الشولدر ريليشن اوف ديلتويد دي ما ينفعش نقولها الا بعد ما نخلص البريكيال بيكسس. هو حاططها هنا مكانها هنا بس انا بشرحها بعد كده. السبيسز اللي هقولهم دول بتوع عضلات الشولدر عمرهم ما جم نظر مكتوبين كتير قوي في الكومبليت وفي الام سي كيو السبيسز اللي ما بين عضلات الشولدر عمرهم ما جم نظر ولكن على فكره ما اعرفش ليه السؤال الكلمه دي بتضايقني قوي مذاكره الام سي كيو غير مذاكره النظر عبيط ده الام سي كيو اصعب من النظر ده النظر انت بتكتب لما حاجه بتقع منك مش مشكله انما الام سي كيو الكلمه هتفرق معاك ده بالعكس انا شايف الام سي كيو اصعب بصراحه لازم ابقى مركز قوي مذاكر كل حاجه عشان الكلمه هتفرق معاك انما النظري لا بس الامتحان الجاي في عيب قاتل ال10 اسئله كل سؤال عليه درجتين نظري يعني مش هيجيب لك النرف على بعضه يعني سي مثلا كومن بيرونيال نرف مش هيجيبه لك كامل يقول لك قول لي فرانشيز بس قول لي الكورس بس يعني بتكتب ثلاث اربع تسطر يعني لما اقصر الحاجه اللي هتقع منك هتبان في الامتحان انما لو كان جاب كومن بيرونيال كامل لو بيقع منك حاجة هتبدأ في النص فالطالب عبيط قوي الحمد لله انتوا جايبين أسئلة شورت يا أبلع ده مش مصالحك لما يكون السؤال شورت بتكتب أربع تسطر هيبقى بتكتبه بالكلمة فاهم يا عبيط شكرا على المدخل إيه؟ ده من كلمة أحسن ده في الكورس كامل كده بجد يعني أنت داخل من الكورس كامل ولا المفروض إن أنت بتذاكر؟ المفروض إيه؟ ده انت لان انا اتاكدت يا سيدي انت هنا خلاص انت كده بصوا حبايبي في عندنا الفراغات اللي ما بين عضلات الشولدر وانا راسم لها رسمتين ركز قوي هنا طب واحد قال لي ليه راسم لها رسمتين؟ عشان الحاجات اللي هتعدي في الفراغات دي لازم ابقى عارف مصدرها منين اسمع هقول ايه وقول لي رايك ايه الرسمه دي من ورا لسه شارحين عليها دي عضلات الشولدر فين الثلاثه سبيسز؟ واحد طلع جدع قال لي يا دكتور ده المربع كوادرانجل الرسمه دي من قدام هو الكوادرانجل سبيس المثلث ده اسمه ابر تريانجل سبيس هو هنا اهو حضرتك ده كده اسمه ابر تريانجل سبيس ده
اسم حضراتكم بنقول lower triangular space. هو اللي حضرتك شايفه هنا اهو lower triangular space. حد بقى والنبي يقول ايه انت ليه لسه بالاحجام مختلفه؟ انا مش بتاع فيلم جميله. المهم واحد مربع واثنين ايه مثلث، واحد مربع واثنين مثلث. اخد الاول المربع، بص حدوده ايه، اللي مش هيجاوب نايم. بص من ورا، يحد المربع من فوق العضله اللي اسمها تيرس، يحدها من تحت العضله اللي اسمها تيرس ميجر. كده ميديان وكده لاترال. العضله مولون ازرق دي واحده من رؤوس الترايسبس اسمها لونج هيد اوف ترايسبس. بالنسبه للمربع هي ميديان. امال لاترال تلاقي ده، يا رب حد يقول لي ايه ده، دي السيرجيكال نيك بتاعت. بص الحدود تاني من فضلك، من فوق ماين، من تحت ميجر، ميديال الرسم بتاع الترايسبس ماسكه في التيوبريكال تحت الجلينويد اسمها انفر جلينويد تيوبريكال، دي لونج هيب ترايسبس. لاترالي الدايره دي الرقبه الجراحيه اللي تحت الابر ام بتاع اليومرا السيرجيكال نيك. بص من قدام وقول لي الحدود فيهم اختلاف واحد. تيرس ماينور اللي من ورا يحل محلها حضرتك من قدام عضلة اسمها صب سكابيولاس. من تحت تيرس ميجور زي ما احنا، ما هي بتبان من ورا ومن قدام. المنقطة اسود اللي ماسكة تحت الجلينويد في الانفراجلينويد تيوبريكال، المنقطة اسود دي تبقى لونج هيد بتاعت الترايسيس، والدايرة دي تبقى سيرجي. قال لي طب ما تخلص وتقول نفس الحدود من ورا زي قدام باختلاف الحد العلوي. من ورا تيرس ماينور بدلنا من قدام بصاب سكابيان. عارف بقى من غير الهول دلوقتي تبقى بتحفظ اسامي زرابيط ما انتش فاهم. يوجد شريان في الاكزيلا اسمه الشريان الاباطي، اكزيلا الاباط. يوجد حضرتك في الاكزيلا بنقول عصب اسمه اكزيلاري نيرف. الاكزيلاري نيرف عايز يهرب ويرجع لورا، يهرب من الكوادرانجلر سبيس ويرجع ورا على ظهر السيرجيكال. الاكزيلاري نيرف كمان وهو بيهرب لورا قال لك مش عايز امشي لوحدي، فراح الاكزيلاري ارتري بعد برانش منه يمشي مع الاكزيلاري نيرف. البرانش ده اسمه posterior circumflex humeral. طب ليه النيرف ينفع نسميه circumflex بس والارتر لازم نحط له كلمه posterior؟ لان اكيد في واحد anterior. يبقى عندك كام circumflex كده بيلفوا حوالين السيرج كانك؟ المفروض ثلاثه، واحد ارتر من قدام وواحد ارتر ونيرف من ورا. حبيبي يبقى اللي يهمه من المربع الاخضر اكزيلاري او سيركمفليكس نيرف، والاحمر برانش من اكزيلاري ارتري اسمه بوستيريور سيركمفليكس. هم دول اللي انت شايفهم هنا من ورا بعد ما هربوا. ادي ده النيرف وادي معاه الارتري اللي اسمه بوستيريور سيركمفليكس. من غير الرسمه دي انت مش عارف ايه الفرق ما بين الحدود ورا وقدام. من غير الرسمه دي انت مش عارف الحاجات اللي هربت دي جايه اصلها منين. اللي بعده مش هيقول حدود المثلث ده يبقى جاي من الهند الشقيق. بعد ذلك مين الحد العلوي؟ تيرس ماينور. مين الحد السفلي؟ تيرس ميجر. اللونج هيد اوف ترايسبس بالنسبه للمثلث ده ميديال ولا لاترال؟ تبقى لاترال. يبقى انا حدود المثلث نفس الحد العلوي والسفلي بتوع المربع، انما الاختلاف لونج هيد اوف ترايسبس اللي بالنسبه للمربع كانت ميديال بالنسبه للمثلث. تعالى هنا يا رب يقولوا لي شايفين. ادي المثلث ده هنبدل التيرس ماينور بصاب سكابيو من تحت تيرس ميجور، والعضله المنقطة اسود بقت هنا لاترال للمثلث لونج هيد اوف ترايس. يا رب نجاوب. ده برانش من الاكزيلاري ارتري هرب من المثلث ولف حوالين اللاترال بوردر بتاع السكابيولا ورجع لورا، بيلف حوالين السكابيولا اسمه سيركمفليكس سكاب، مكتوب كتير قوي في الكومبليت
ذا كذا قطر بيعدي خلال الابر تراينجلر سبيس. بص لما رجع لورا اهو ده اللي حضرتك هرب من المثلث العلوي ولف حوالين الاسكابيولا ورجع لورا اسمه سيركمفليكس سكابيولا. يبقى النهارده لو حد قال لك سمعت كام سيركمفليكس قول له اربعه. ثلاثه سيركمفليكس هيومر اللي بيلفوا حوالين سيرش كامليكو بيومرس، واحد سيركمفليكس سكابيولا، اخر حاجه لور تراينجل. يقول لي حدود اللور تراينجل سبيس يبقى جدع من فوق تيرس ميجر. اول مره تيرس ميجر تبقى فوق، دايما التيرس ميجر كانت تحت. من تحت ولاترالي الاقي الشافت بتاع اليومرس، من تحت وميديالي الاقي لونج هيد اوف ذا ترايز. بص هنا اهم ادي اللور تراينجل، من فوق ميجر، من تحت وميديالي لونج هيد اوف ترايسبس، من تحت ولاترالي شافت اوف يومر. اللي يجاوب يبقى جدع. مين الشريان ده؟ اوعى تقول لي اكزيلري، ده بقى بريكيال. هو بيغير اسمه فين؟ عند اللور بوردر اوف تيرس ميجر. كان اسمي اكزيلري ارتري بقيت بريكيال. مين النيرف ده؟ ده اسمه ريديان نيرف. الريديان نيرف بيهرب عن طريق المثلث اللي تحت ويرجع ورا في جروف حلزوني اسمه سبايرال. حبيبي النيرف ريديان كمان يقول للبريكيال ارتري ابعد برانش يمشي معايا، سمينا البرانش ده من البريكيال ارتري بروفاندا بريكياي. يبقى اهو تعال بص من ورا، ادي الريديان نيرف بعد ما هرب من المثلث اللي تحت ورجع في الجروف الحلزوني، ادي الارتري اللي معاه اللي برانش من البريكيال اسمه بروفاندا بريكياي. يبقى كل سبيس بيعدي في حاجتين ما عدا الابر تراينجلر، عدى في حاجه واحده سيركمفليكس سكابيولار. الساعه دلوقتي 2 الساعه 2 ونص الا 5. حلوه ال 5 شكرا. مش وي 5